إذا تستهدف الدولة المصرية التركيز على مشروعات التنمية المشتركة مع دول القارة السمراء في كافة المجالات التجارية والاقتصادية، ترتكز السياسة المصرية تجاه أفريقيا على عدة مسارات متوازية ومتكاملة تدعمها العلاقات التاريخية والمصالح الحيوية التي تجمع كافة شعوب القارة السمراء. في ظل علاقات تاريخية ومصالح حيوية بين مصر ومحيطها الأفريقي، تواصل الدولة التركيز على مشروعات التنمية المشتركة مع دول القارة السمراء في كافة المجالات التجارية والاقتصادية. وقد حرص الرئيس السيسي منذ تولي الرئاسة عام 2014 على الانفتاح على القارة الأفريقية وتعزيز علاقات مصر بدولها في كل المجالات. وسعت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية منذ أن أعلن عنها الرئيس السيسي في يونيو 2014 إلى تعزيز علاقات التعاون القائمة واستشراف إمكانيات التعاون المتاحة مع عدد من الدول المتقدمة وهيئات التنمية الدولية بهدف توفير مزيد من الموارد والدعم للأشقاء الأفارقة. وتحرص مصر على تحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي عن طريق الإسراع بدخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز النفاذ، حيث من المتوقع أن تزيد هذه المنطقة الحرة من فرص التجارة بين الدول الأفريقية بنسبة 52% هذا العام. وطبقا للإحصاءات، بلغ إجمالي حجم التجارة البينية بين دول القارة عام 2017 نحو 136 مليار دولار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري مع تجمع الكوميسا نحو 3 مليارات دولار عام 2020، ما يعادل نحو 60% من إجمالي قيمة التبادل التجاري المصري مع القارة الأفريقية خلال العام ذاته، والذي سجل 5 مليارات دولار عام 2020. وترتكز السياسة المصرية تجاه أفريقيا على عدة مسارات متوازية ومتكاملة، فهناك مسار التنمية وزيادة التجارة، وهناك المسار السياسي الذي تتبنى فيه مصر القضايا الأفريقية في المحافل الدولية.